السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم. موضوعنا النهاردة نتكلم عن الثقافة العربية. إيه ده، وفي حاجة اسمها الثقافة العربية؟ آه طبعا في حاجة اسمها الثقافة العربية، أنا مش بألف عليكم. تعالوا نشوف معلومات عن الثقافة العربية، نعرف عنها إيه، تعالوا نضيف لمعلوماتنا. الثقافة العربية يا جماعة، بيقول الأستاذ الأستاذة عقيل عيدان بيقول عن الثقافة العربية إن الثقافة ديت أصلا اصطلاح أسلوب حياة، تمام، أو هي نظام اجتماعي. يعني الثقافة الأول قبل ما نعرف الثقافة العربية، هو بيعرفنا إن الثقافة أصلا ديت عبارة عن أسلوب حياة أو نظام اجتماعي. يعني أي أسلوب حياة معين أو نظام اجتماعي، تمام، دوت عبارة عن ثقافة، وما له من معتقدات وعادات كمان. المعتقدات والعادات والتربية والتعليم، كل دي ثقافة، هي واسطة من وسائط المحافظة على ايه، الثقافة. المعتقدات والعادات والتربية والتعليم، كل دي أمور بتحافظ بيها على الثقافة. ما انت عندك ثقافة معينة بتعمل بقى، بتربي وتعلم، تمام، عشان خاطر تحافظ على الثقافة ديت. يعني مثلا انت عندك معلومات مثلا عن الأهرامات، تمام، فانت تعمل في التربية والتعليم كتب عن الأهرامات، وبتثقف الناس عن الأهرامات، وجوه البيوت الناس بتبقى عندها معلومات عن الأهرامات، تمام. ليه؟ عشان تحافظ على ثقافة الأهرامات، تمام. ده مجرد مثال صغير. وإيراثها من السلف إلى الخلف، تمام، أيوة هي دي. شوف، الإيراث يعني بتورث من السلف، من زمان الناس القديمة تورث الأجيال الجديدة، وهكذا أنت تطلع جيل جديد تورث الجيل اللي بعدك واللي بعدك. كل ده ليه؟ عشان تحافظ على الثقافة، اللي هي إيه، اللي هي نظام اجتماعي أو أسلوب حياة معين. طيب، كل ده عرفه مين؟ الأستاذ عقيل عيدان، تمام. طيب، الثقافة هي ملك مشترك، تمام، يعني هي ملك وفي نفس الوقت ملك إيه، مشترك، والتعليم برضو ملك بس ملك فردي، تمام. طيب، أرجع الدكتور منصور فهمي، تمام، 1886، 1959، منصور فهمي تقريبا ولد في 1886 وتوفي سنة 1959. رجع شيوع استعمال كلمة ثقافة إلى إيه؟ إلى رغبة في إيجاد مقابل في لغتنا للكلمة الألمانية الاصطلاحية كولتر، ولكنه لم يقل أن هذه الكلمة لها معنى واضح محدود في اللغة الألمانية. يعني رجع كلمة الثقافة دي لمفهوم ألماني، كلمة اسمها كولتر، تمام. انتقل مع الكلمة عدد إلى اللغات الأوروبية لوجود شبه في الاشتقاق بينها. يعني الكلمة دي مش ليها مشتقات كده قريبة منها في الدول المجاورة لألمانيا في أوروبا. أرجع بس حتة إن إيه، ملك مشترك والتعليم ملك فردي. الثقافة ملك مشترك، يعني أنا ممكن يبقى عندي ثقافة مصرية جميلة مندمجة مع، واخد مثلا من دولة تانية ثقافة جميلة تانية، مثلا في طريقة الأكل، في طريقة البتاع، في طريقة الكلام دوت، فأقدر أضيف الثقافة بتاعتي وأطور منها. نفس الشيء الراجل الفرنسي دوت مثلا، او الايطالي، او الشعب اللي ممكن ياخد من الثقافة المصرية مثلا شيء معين، مثلا طريقة كرم معينة، طريقة نوم معينة، ضحكة معينة، ثقافة، حاسس ان الثقافة دي جميلة يقدر يطور من ثقافته فيضيفها. فعشان كده هي ملك مشترك، تمام. لكن التعليم ده ملك فردي، تمام. يعني التعليم احنا بنبقى عاملين كتب تعليمية، مستحيل تلاقي مثلا اولى ابتدائي في فرنسا زي أولى ابتدائي في اليابان، يعني في المنهج، تمام. فعشان كده هو ملك فردي، بتلاقي الكتاب كله ممكن تكون واخد معلومة من هنا واخد معلومة من هنا، لكن الشكل العام بيطلع مختلف. يعني تلاقي اللغة مكتوبة بطريقة معينة، التنسيق مختلف، مفيش كتاب زي التاني في أولى ابتدائي، تمام. أتمنى المعلومة تكون واضحة ووصلت. رجعنا بقى لمنصور فهمي، الدكتور منصور فهمي رحمه الله، قال إن كلمة ثقافة دي جاية من كلمة كولتر الألمانية، اللي هي منشقة من كلمات في اشتقاق بينها وبين دول أوروبا في كلمة ثقافة.
طيب الأستاذ بقى عبد الله بن الشيخ المحفوظ ابن بيه دوت بيقول إيه عن الثقافة؟ بيقول إن الثقافة معنى حديث الذي يترجم كلمة ثقافة، فإنه مصطلح قد عرف كما يقول كوبر وكيلاكون ب150 تعريفا لعل أبرزها تعريف لاروس. طيب قبل ما أخش في تعريف لاروس، عبد الله بن الشيخ المحفوظ بيتكلم عن الثقافة وبيقول إن الثقافة دي كلمة حديثة، مش كلمة يعني موجودة من زمان، دي كلمة جديدة ماشي، وبتترجم كلمة ثقافة دي لمصطلح كما يقول كوبر وكيلاكون، يعني هو مصطلح مش شرقي تمام، لأن كوبر وكيلاكون دول مش شرقيين وبيعرفوا الثقافة ب150 تعريف تمام. احنا ما عندناش كلمة ثقافة من زمان، لكن احنا ممكن يكون عندنا عادات وتقاليد، عندنا مصطلحات تانية او معاني تانية. الثقافة دي يعني كما قال الدكاترة المحترمين هذا والله اعلم، واعلم انها كلمات حديثة. طيب نرجع تاني لتعريف لاروس، نعرف بقى لاروس دوت اللي هو اتكلم عليهم كوبر وكيلاكون اللي قالوا ان الثقافة دي ليها 150 تعريف. تعال نشوف ابرز تعريف دي ايه. تعريف لاروس، ايه تعريف لاروس ده الفرنسي؟ بيقول ان الثقافة هي مجموع النظم الاجتماعية والمظاهر الفنية والدينية والفكرية التي تتميز بها وتحدد بها مجموعة او مجتمع بالنسبة لاخر. ماشي، كلام جميل يا عم لورس. تعريف موسوعة دار الشروق جميل جدا، حيث جاء فيه ايه بقى تعريف موسوعة دار الشروق؟ ان مفهوم الثقافة يشير الى كل ما يصدر عن الانسان من ابداع او انجاز فكري او ادبي او فني او علمي. ده تعريف موسوعة دار الشروق. طيب جميل، برضو ما اختلفناش كتير عن المفهوم العام. تعريف الدكتور عبد العزيز بن عثمان التوجيري في كتابه التنمية الثقافية من منظور إسلامي، قال إيه الدكتور عبد العزيز؟ قال إنها مجمل النشاط الإنساني في حقول الإبداع الفكري والأدبي والفني. ده هو تعريف الثقافة. انا شايف ان الثقافة خدت تعريفات كتيرة جدا كلها تقريبا قريبة من بعض تمام. عرفنا ان الثقافة ديت عبارة، انا باختصار شديد جدا زي ما قلنا في الاول خالص، ان الثقافة عبارة عن اسلوب حياة او نظام اجتماعي باختصار شديد يعني. طيب يرى البعض انها حصيلة النشاط الاجتماعي في مجتمع واساليب الحياة والسلوك وانماط القيم السائدة فيه. جميل، عرفنا الثقافة برضو ما خرجناش عن المفهوم العام تمام، بس شفنا كذا ايه يعني كذا، عرفنا ان كذا رأي يصب في نفس المعنى. طيب تعريف الانثروبولوجي الواسع الباحث عن المعتقدات واللغة والمؤسسات العوائد التقاليد لكل مجتمع. طيب علاقات الكائنات البشرية ببعضها البعض هو تعريف الأولي النظري، إلا أن المهم هنا أن إيه، إن إحنا نبقى عارفين إن مصطلح الثقافة مصطلح مراوغ أو يزعم الاستئثار بمدلوله، إلا أنه من المؤكد دخول الدين والتقاليد واللغة في أفراد هذه المصطلح. مفهوم يعني إيه يا جماعة؟ يعني المصطلح، خلي بالكم إن الثقافة دي ممكن واحد يقوم طالع كده يقول لك لأ الدين ملوش علاقة بالثقافة، لا الأدب هو الثقافة، في واحد يقول لك لا الثقافة دي عبارة عن دين وأدب ونظام اجتماعي وتعامل الإنسان مع بعضهم، تعامل البشر مع بعضهم، هي دي مش هنختلف يا جماعة. الثقافة باختصار شديد جدا 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 هي أسلوب حياة أو نظام اجتماعي تمام. عشان ما نخش في تفاصيل ملهاش يعني بتؤدي بتثير الخلاف بدون أي سبب أو أي وجه حق تمام. كده احنا انتهينا من موضوعنا الثقافة العربية. حبينا بس نوضح رأي الدكاترة العرب، بعض الدكاترة عن الثقافة، وحطينا بعض أسامي الكتب، وحطينا ان تاريخ الثقافة العربية دوت بدأ امتى، ونظرة الاوروبيين وفرنسا بتتكلم عن الثقافة ازاي، والتعاريف
وفي الاخر لقينا ان الرأي العربي نفس الرأي الغربي. انا مش شايف ان في اي فرق، غير انه ممكن واحد يطلع يقول لك زي ما وضحت من شوية ان الثقافة ممكن تكون هي عبارة عن عادات وتقاليد معينة، ادب بس، فن، دين. ناس شايفة لا، هي باكيتش كامل. مش هنختلف كتير يا جماعة، احنا عرفنا ان الثقافة معروفة عندنا في الدول العربية والدول الغربية ودول العالم كلها عارفة يعني ايه ثقافة النهاردة، الكلمة ديت عارفة معناها. ونقدر بقى ايه، نسيبنا من موضوع مفهوم الثقافة ومش مفهوم الثقافة، وتعالوا نتثقف شوية، تعالوا نقرأ ونتعلم ونتبادل المعلومات ونستفيد، وان شاء الله نؤجر على هذا العلم، لان احنا أمة اقرأ، و كنتم خير أمة أخرجت إلى الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. اللهم اجعلنا من الصالحين، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا يا أرحم الراحمين. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.